هذا الفيديو بتاريخ 5/3 الساعة 5:44 بتوقيت بغداد. استمرار الاشتباكات في ساحة الخلاني واطلاق المسيل الدموع على المتظاهرين. قمع حكومة ممنهج، وهاي مثل ما تشوفون هاي الدخانية. استمرار القمع على المتظاهرين السلميين، هاي مثل ما تشوفون وقوع العديد من الإصابات والجرحى في ساحة الخلاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية فقط التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. هذه الخدمة طبعا غير متاحة للاتصال، فمن يحاول الاتصال بنا عن طريق الواتساب لن يجد قدرة على التواصل معنا لأنها غير متاحة. طبعا مواضيع كثيرة نستمر بالحديث عنها في ثورة تشرين وآخر التطورات على الساحة الميدانية في ساحة التظاهر. نبدأ مع هذا المقطع لتنظيم المتظاهرين في محافظة ذي قار في ساحة اعتصام الناصرية وقفة لاستذكار الشهداء في ثورة تشرين الذين ارتقوا بعد أن قتلوا برصاص القوات الحكومية والميليشيات، فنشاهد. أهوى ويلا ولد الناصرية، أهوى ويلا ولد الناصرية، أهوى ويلا ولد الناصرية، والرصاص فيكم وتمنيت فيه، أهوى ويلا ولد الناصرية، والرصاص فيكم وتمنيت فيه، أهوى ويلا. طبعا في تسجيل مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر إصابة أحد المتظاهرين بجروح بالغة من جراء استخدام القوات الحكومية والميليشيات بنادق الصيد خلال عمليات قمع المتظاهرين في العاصمة بغداد. دعونا نشاهد. يا هو قاعد يحكي وياي، كان يطلع واحد من الفرقة كان يضربني. ملثم لو كله ملثمة، كله ملثمة، ماكو واحد طالع وجهي ويسوي هاي الحركات وهاي مالته. لا تهدي تهدي تهدي. هذه هي حقيقة الأمور الحادثة الآن في العراق الجارية على الساحة في تظاهرات. هذا القمع بهذه الطريقة بأسلحة الصيد، هذا الرصاص المتشظي ذو الكرات المعدنية بهذه الطريقة أو ما يعرف محليا بالصجم، يتم إطلاقه واستخدامه ضد المتظاهرين من قبل القوات الحكومية والميليشيات، لكن العناصر ملثمين. لماذا ملثمون؟ يعني لماذا يتلثمون هؤلاء؟ ألا يتحدثون أن هناك أو ألا يتهمون المتظاهرين والمظاهرات بأنها تحتوي على أطراف ثالثة وأن فيها مندسين؟ لماذا هم خائفون إذن ويتلثمون؟ ما الفكرة من إخفاء وجوههم؟ طبعا نشر أحد الناشطين في تظاهرات ثورة تشرين مقطعا مصورا أوضح فيه أن نوعية القنابل التي تطلقها القوات الحكومية والميليشيات تجاه المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد تستخدم للأغراض العسكرية حصرا، فنشاهد. قنبرة الغاز اللي رماها الآن نوعية خاصة، هاي حالات من الإغماء وحالات من الاختناق كثيرة، وواضح واضح اعتقد حسب الرائحة زين الغاز اللي استخدمه الآن هو CS-14، غاز CS، والCS استخدامات عسكرية. طبعا للتأكيد على هذا الكلام، كانت قد نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا ذكرت فيه أن القنابل
الدخانية التي تستخدم في العراق من قبل القوات الحكومية ضد المتظاهرين تستخدم للأغراض العسكرية. هذا كان تقريرا لمنظمة العفو الدولية. إذن هذا تأكيد من المتظاهرين أن فعلا ما يتم استخدامه من أسلحة ضدهم، على الأقل القنابل المسيلة للدموع، هي تستخدم للأغراض العسكرية في ساحات القتال وليست لفض الاعتصامات أو لفض التظاهرات. السيد أبو طه من بغداد تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة لكل قناة الرافدين. أهلا وسهلا أستاذ محمد. يعني هاي خاصة تاريخ العراق كله، من تأسست الدولة العراقية لحد الآن زين ما صاير هيك شيء. زين يعني القنابل المسيلة للدموع احنا كنا بالجبل نستخدمها ضد العدو. نعم. زين والدخانيات والمواد الثانية هسه هم قاعد يستخدموها ضد الشعب العراقي، ضد أبنائنا يعني. وهل الشعب عدو؟ هل الشعب عدو حتى نعم. يستخدمون قدامه هاي الأسلحة؟ لأن هذا الشعب عدو لهم مو ابنهم. يعني أنا متحدث وياك ابني أجي من المحاد زين قربته اسمه بشتفة، نتمنى له السلامة إن شاء الله. الله يرضى عليه. قلت له ابني اقعد واسكت بعد لا تروح حتى الدوام لا تروح. فطلعوها من معونة مثل يقول أبو المثل. نعم. زين يعني اطلاق نار بزمن صدام كان الطين هجر ضحايا هجر جرحى. شنو اللي سوانا اياه؟ شنو اللي قدموا للشعب؟ ابو طه انت قلت ان هم ينظرون للشعب على انه عدو. طيب شنو اللي سواه الشعب ضد هؤلاء السياسيين حتى يعتبرون انه هو عدو؟ يعتبرون عدو بانه هذا الشعب قاتل أسيادهم الإيرانيين وانتصر على إيران فيعتبروه عدو في رأيهم. نعم. بس هذا الشعب شعب العراقي شعب الحضارات داد فوق رؤوسهم لين ويجي يوم ينسحلون مثل ما انسحل نور سعيد لين وكافي هاي مال راح أموع وراح أجمد وشخاط وأموع كذا وموع حتى تصريحات هاي. احنا نريد نعزل المعممين عن السياسيين. المعممين لهم مكانهم والسياسيين لدينا. وبعدين احنا راح نطالب بالجديد، نطالب زين نطالب بمجلس حكم زين حكم رئاسي. بعد نريد هاي الاحزاب، نريد حكم رئاسي حكم رئيس جمهورية يجي يحكمنا. نعم. شنو كل أربع سنوات جايبين واحد مخليه سنة ومطلعي باق وطلع وما أعرف شنو. نعم. وأولادنا راحوا، أولادنا تدمروا أستاذ محمد. نعم صحيح. زين يعني ما صار بكل العالم، والله العظيم ما صار بكل العالم. حتى بإسرائيل هسه لو هاي المقاومة رايحة لإسرائيل ما تروح من عندنا هجر ضحايا. نعم. زين. أبو طه أنا أشكرك، كنت معنا من بغداد. نتابع مشاهدينا الكرام هذا المقطع لتنظيم المتظاهرين في ساحة التحرير في العاصمة بغداد وقفة تضامنية مع المصابين بخراطيش بنادق الصيد الحكومية. طبعا المتظاهرون وضعوا ضمادات ولفافات طبية على أعينهم تضامنا مع زملائهم الذين أصيبوا بخراطيش الصيد التي تستخدمها القوات الحكومية ضد المتظاهرين. فلنشاهد. نصل رسالة إلى المعنيين ونقول كفى. كما تابعتم مشاهدينا الكرام هذه الوقفة التضامنية. طبعا استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين هي الوسيلة التي اتبعتها السلطة الحاكمة أو الأحزاب الحاكمة منذ أول يوم في التظاهرات ولحد هذه اللحظة.
تستخدم هذا الأسلوب رغم أنه أثبت فشله في القضاء على الثورة، لكنهم مع هذا هم مستمرون في اتباع هذا الأسلوب الدموي. كما قال السيد أبو طه من بغداد: ينظرون إلى الشعب على أنه عدو، رغم أن هذا الشعب لم يقم بإيذائهم، لم يقم بمضايقتهم فيما فعلوا، أعطاهم الفرصة وأعطاهم الحرية في حكم العراق، لكنهم لم يقوموا بحكمه بالشكل الصحيح، دمروا البلد وسرقوه وسرقوا ثرواته وآذوا الشعب كثيرا، وبالتالي خرج الآن الشعب من أجل استعادة هذا الوطن، خرج ضدهم للقضاء على هذا الفساد. في الرسائل الواردة على صفحة القناة الواتساب الخاص بالقناة يقول أحد المشاركين: النصر للعراق والفوز للشباب، وعاش العراق والشعب والعراق العظيم. شكرا لك. أبو علي من بغداد يقول: السلام عليكم، تحية لانتفاضة تشرين وتحية لأبطالها الشجعان، والرحمة والخلود لجميع الشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله عفوا، والخزي والعار لحكومة الصچم والدخانيات. أبو علي من بغداد. من معنا الآن؟ السيد أحمد من الكوت، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم أخي أبدي لك من البداية استقبل حسين اللي يردون هسه السيد مقتدي اللي يريد يصفي الأمور ويخلي رئيس ويدعي بالإصلاح لأنه هو مصلح يغير الوضع بيوم واحد، لكن هو مخلي إيد وي الحكومة ومخلي إيد وي الشعب، يكسر ويجبر، يوم يرضي الشعب يركب الموجة، يوم وي الحكومة يدور مناصب. هاي حقيقة. طيب. والحقيقة وهذا صوت الوطن ما يعلى عليه صوت. احنا تعبنا يعني سنين من القتل والارهاب. يعني يا احمد اكو شيء اسمه حاط ايد ويا الشعب وايد ويا الحكومه؟ شلون يحط ايد ويا الشعب وايد ويا هذا حقيقه الايد من باب الايد ويا الشعب، يقول انا ويا الشعب انا صوت الشعب انا المصلح، ومن باب ويا الحكومه عند 40 54 مقعد يقدر يغير. هل فعلا هو ويا الشعب يا احمد؟ هل فعلا هو ويا الشعب لمصالح فقط؟ نعم، هو ويا الحكومه لمصالح فقط. قلت لك يريد يغير الحال، هاي حقيقه والحقيقه ولا صوت على صوت الشعب، هاي حقيقه، الحقيقه واضحه والكشف علاقنا عن كشف. نعم. الله سبحانه وتعالى صوبه الشهداء اللي سقطوا الشباب وصرخات الامهات الحقيقه انكشفت. نعم والله الحقيقة، والله العظيم أنا لا أنتمي لأي حزب، أنا أنتمي للعراق وموجود بالمظاهرات من 1/10. نعم. شاهد الله شيء شهداء فيدي وشيء جرحى، ولا إلى الآن مرابط في أحد الخير. بارك الله. ومستمرون آخر واحد بالعراق يرجع أني. تحياتي لكم، شكرا جزيلا. شكرا يا أحمد، شكرا، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. معنا سيد خميسي من الجزائر، تفضل. مساءكم بخير أخي العزيز. اهلا وسهلا. اولا اترحم الشهداء الابرار. نعم. نتمنى الشفاء للجرحى، ونتمنى نصرة الاخوان المتظاهرين في ساحات التحرير عامة في العراق كاملا. نعم. هذا الصيد الذي يصطادونه بالخراطيش السيشم كما تسمونه السيشم في الجزائر هنا، هذا 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 قلة تربية. هم أناس خرجوا من أبواب الرحمة. نعم. لا خير فيهم ولا دين لهم ولا صوت لهم بأي دين، حتى الشيعة يتنصرون منهم، هم مجوس ليسوا شيعة، هم مجوس. نعم. لا خير فيهم أبدا. ثانيا وجه لكم بشرى إن شاء الله، بشرى خير. نعم. لأن السلطات العراقية تريد إدخال فيروس كورونا بأي ثمن إلى العراق من أجل قتل المظاهرات الشريفة. نعم. في الجزائر حاليا اكتشف بفضل كوادر أطباء وبروفيسورات جزائريين وعراقيين اكتشفوا دواء تأتي بكورونا إن شاء الله، وهو في طور الإنجاز إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الله. طيب. سيكون هذا النقل الأول موجود إن شاء الله رب العالمين.
نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا كلام صحيح. سيد خميسي أنا أشكرك من الجزائر، نتمنى أن يكون هناك فعلا علاج أو مصل مضاد لهذا الفيروس الذي قضى على الكثير من الأرواح حتى الآن، وهناك الكثير من المصابين. حتى في العراق هناك 38 حالة حتى هذه اللحظة. نتمنى أن يكون هذا الكلام دقيق إن شاء الله، ويكون هناك مصل لعلاج البشر من هذا الفيروس المميت. طبعا في العراق احنا بهذا الموضوع طبعا نتساءل انه لماذا هاي السلطات الحاكمه لم تقم باتباع الاجراءات اللازمه بغلق الحدود ومنع حركه الطيران وحركه تجاريه ما بينها وما بين ايران، البلد الموبوء بهذا الفيروس. هذا طبعا ايضا سبب من الاسباب الذي ادى الى دخول فيروس كورونا الى العراق، هي اللامبالاه التي تتبعها السلطه الحاكمه في بغداد، وكذلك المبدأ التعتيم من قبل النظام الإيراني على حقيقة وخطورة انتشار هذا الفيروس في إيران. من معنا الآن؟ السيدة أم فاطمة من كربلاء، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة. الحمد لله، تفضلي. أستاذ محمد، يعني هاي يعني إلها معنى؟ ما أعرف، يعني هاي الحدود ليش يعني ما يسدوها بيننا وبين عمها؟ مو بلاد الدوار، ما نعرفهم ولا يعرفونا، بس ليش يعني قاطعين الحدود وتجينا هاي الميكروبات والدراكين من عندهم؟ ليش إحنا عايزين مو هاي ولدنا الضحية بالطشين وبالدخانيات وهاي عيونهم وهاي جسمهم؟ مو كاس عليهم هاي الشغلة؟ يعني إحنا شنو ذنبنا؟ ليش هاي الحدود ما يسدوها؟ يعني هاي الامراض اللي هم سووها جابوها، يعني احنا ضحيه ايران؟ احنا ضحيه هالدول هاي حشاكل تطايح حظها بتلينا بلوى؟ احنا والله العظيم احنا دا نموت يعني حربيا ونفسيا، يعني موتونا. شو يريدون من عندنا؟ ما اعرف ليش ما يسدون الحدود، يعني ماكو يعني سلطه اقوى من عندهم بس الله يسدون الحدود ويخلصونا من هالطلايب يوم يطالع هالقد عدد. يعني شنو ذنبنا احنا؟ والله ما ادري، ما اعرف شنو هالبلاء اللي ابتلينا به؟ ما اعرف من وراء هالعمايم السود، والله العظيم ابتلينا بلوى. الله ينتقم منهم، والله لا يوفقهم، والله لا يواليهم العافيه. ودعاوي الامهات والابهات والاخوات ان شاء الله عليهم، ودعوات مستجابه بحق الحبيب محمد، وما اقدر اقول غيرها يا استاذ محمد. نعم، واشكرك جزيلا. شكرا جزيلا سيده ام فاطمه، كنت معنا من كربلاء، الله يعينكم. فعلا اذى نفسي واذى جسدي يتعرض له العراقيون بكافه الوسائل. يعني يرى السيد خميسي من الجزائر أنها ربما محاولة من السلطة الحاكمة في بغداد لأن تضرب الثورة بقضية فتحها الباب أمام المسافرين الداخلين والخارجين من وإلى إيران بنقلهم هذا الفيروس. ربما يكون هذا أمر ليس مستبعد، تحاول السلطة الحاكمة والأحزاب في العراق بكافة الوسائل للقضاء على الثورة، فربما هذه وسيلة من الوسائل أن ينتشر ربما الفيروس و يساهم في خفض حدة هذه التظاهرات وهذه الثورة. هذا أمر ليس مستبعد الحقيقة في ظل ما نراه كل يوم من قبل الأحزاب الحاكمة في العراق بأنها تسعى بشتى الوسائل المتاحة الممكنة الشرعية وغير الشرعية أن تقضي على هذه الثورة بالأسلوب القمعي الدموي الذي تتبعه منذ أول يوم. طيب، معنا الآن مجموعة من الرسائل نود أن نقرأها لحضراتكم. فاتن من ألمانيا تقول: مساء الخير قناة الرافدين، قناة الشعب العراقي. اللي يضربون القنابل الغازية والمنثمين هم من الحكومة وذيول إيران. الله يرحم الشهداء والنصر للمتظاهرين، وشكرا لكل كادر قناة الرافدين. عفوا، في رسالة لدينا من العم أبو زكريا يقول: والله هاي الميليشيات وهاي الحكومة الطائفية لو بيدهم يذبون كيمياوي على هذا الشعب الفقير. طيب مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
تلقى اي والله اي والله اي والله اي والله أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في الرسائل الواردة أيضا من السيد أبو حاتم من الموصل يقول بعد التحية لك وللجميع أستاذ محمد، بصفة عراقي يحز في نفسي العراق بلد الحضارات الذي علم الإنسانية القراءة والكتابة والقوانين أن يبقى في هذا الحال دولتين وعلمين في دولة واحدة وبلد واحد. يعني موضوع الدولتين، من تقصد بالدولتين؟ ما تقصد بالدولتين؟ لا توجد في العراق، يعني هناك حقيقة أنا ما فهمت يعني الفكرة. عموما إذا كنت تقصد شيء معين يعني نتمنى أن توضحه بشكل أدق. عموما لم أسمع مثل هذا في العالم إلا في العراق العظيم، وتحمل المسؤولية الشعب العراقي بدون استثناء، وهذه فرصة أمامنا للخلاص من هذا الوضع وطرد المحتل وأعوانه والنصر حليف الثوار. يتحدث العراقيون دائما عن الدويلات التي شكلتها أحزاب السلطة، دويلات داخل الدولة العراقية، مجموعة من الدويلات بالسلطة بالنفوذ وبالسلاح. استطاعت هذه الأحزاب أن تؤسس لنفسها هذا الكيان أو هذه الكيانات التي سطت بها على ثروة البلد، سيطرت بها على كثير من مقدراته وثرواته ومؤسساته، وطغمت به أو جثمت على صدور العراقيين. كثير من الأحزاب نعم هي دويلة داخل دولة، لكن موضوع الدولتين إن كنت تقصد شيئا آخر وضح. من معنا لا؟ السيد أبو أسد من البصرة، تفضل يا أبو أسد. السلام عليكم وحييكم السلام وحيي هذا الشريف، حياك الله وبارك فيكم. أخي موضوع التظاهرات، التظاهرات إن شاء الله مستمرة. أنا دا أحكيك حاليا ببغداد. نعم. التظاهرات مستمرة إن شاء الله، والثوار والأبطال موجودين متواجدين الساعة الفلانية تحت التحرير والمحافظات الجنوبية إن شاء الله، تزيد مدرسة القوص إن شاء الله بعديمة، وتلقون الرصاص بصدور وبالأعلام، وان شاء الله ثوره من تفعل. وموضوع البرلمان، احنا الشعب كنا ما رايدين، نريد اسقاط الحكومه واسقاط البرلمان، لانه هذول يجيبون لنا نفس الوجوه يداورون بيهم يلعبون بيهم في النار. يجيب هذا بلد السوداني يجيب لك شلون مثلا يقول لك ما خرب من سعود الله مبارك. نعم. واحد أخرب من الله يجيبون. أنا أريد أسألك يا أبو أسد، حضرتك من البصرة لكن حاليا في بغداد. أسعد. نعم. أسعد العيداني اللي نعم. متمسك به هاي الأحزاب، وكل ما تصير مشكلة أو كل ما يصير موضوع طرح مرشح يجيبون أسعد العيداني. ما الذي قدمه هذا الشخص لمحافظة البصرة كمثال بس نتكلم باعتبار نعم. حضرتك من البصرة. نعم نعم، أسعد العيداني قدم لأهل البصرة، خصوصا له البصرة، احنا معارضتنا البصرة. نعم. قد منهم فضل كبير، وهو دخل لهم المخدرات. دخل لهم الممنوعات كلها. نعم. يعني هاي ابسط شيء، ابسط مقومات اللي دخلها هو، يعني نقول ابسط مقومات هي، بس هي دخل لنا عافة. نعم. ميليشيات ايرانيه تدخل، ايران يدخل من البصره ويطلع اطراحته. نعم. هيلا تعبر شط العرب، ادخل مترع شط العرب على ايران، والله يهزم كتلس. طيب غير اللي دخله، غير اللي دخله من مخدرات من ايران، غير اللي دخله، ايش قدم للمحافظه؟ بنى تحتيه، كل شيء، ما قدم كهرباء. هو المحافظه هو يروح واوي يرجع واوي، يروح حرامي يرجع حرامي. يعني أنا قصدي يا أبو أسد، إذا كان أسعد العيداني ما قدر يدير محافظة البصرة وهي واحدة من أهم المحافظات بالعراق، شلون راح يدير العراق؟ شلون راح يدير البلد؟ شلون راح يديره؟ ما أعرف والله، ما أعرف. يعني هذا دول البرلمان والأحزاب يختارون هذا وهذا. نعم. يعني الشعب ما عنده وعي، الشعب ما عنده وعي، متهم الشعب. نعم. كل زين اتهام وواعي وما يردوم لا هو لا السوداني لا غيره ولا عبد. نعم. خلي لو بعد تطحن اخلى بروسهم.
نعم. ما يخلون واحد من دول يعني احنا نقول المرجعية تقول المجرب لا يجرب، هم دي ما يكسون كلام المرجعية، مرجعية ماكو، مرجعية ماكو عمي. المجرب لا يجرب، هاي كلها ترى هذه أقوالهم. نعم. أقوالهم هم دي يجيبون سعد العيداني ويجيبون السوداني. نعم. وجابوا هذا محمد توفيق علاوي. نعم. دول كلهم أدوات بيديهم، أدوات بيديهم يتحكمون بيهم مثل الشطرنج. نعم. عمي الشعب وعبعد ما يريدهم وراطبهم. نعم. وإن شاء الله ما يقدرون بعد كل شيء يقدرون يسوون إن شاء الله، عدل الثوار وعدل الأبطال وعدل المجاهدين. نعم. ولا بلد صار آلاف التنين يتحكم به قد واحد منغولي. طيب أشكرك. قد واحد ما يعني هتبقى خلنا نقعد عن إقبالة، خلنا نحكي آية قرآنية. طيب الله عز وجل. أبو أسد أنا أشكرك، كنت معنا من البصرة. في الرسائل الواردة أيضا ندى من الدنمارك تقول: أستاذ محمد، أبد ما صاير أن أفراد سلطة حاكمة تضرب بكل أنواع الأسلحة أبناء شعبها الأعزل، هذه ليست شطارة ولا رجولة، والعالم يتفرج. المشكلة الجديدة عدم أخذ موضوع فيروس كورونا بمحمل الجد، ومستشفيات البلد في أتعس حالة وتحت مستوى علاج البشر. الله لكم يا شعب العراق الجريح. شكرا يا ندى. مشاهدينا نكرر، خدمة الواتساب غير متاحة للاتصال. أنا أرى الكثير حقيقة من يحاولون الاتصال بنا عن طريق الواتساب، نعتذر منكم لكنها غير متاحة للاتصال. نتمنى منكم أن تشاركونا عن طريق الاتصال على الأرقام المختصة أو مخصصة للهاتف عفوا. في رسالة من أحد المشاركين يقول: أرجو إيصال هذه الرسالة للمتظاهرين، وهو أن لا تنطلي عليهم الحيلة المتقنة الجديدة واللي يبدع فيها حزب الله فرع العراق لكي ينتخب مصطفى الكاظمي وغيره من الأسماء اللي ظهرت حديثا. فقد قال حزب الله بأنه سوف يحرق العراق إذا رشح أو نصب مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات. هذا التحديد هو ليس سوى دعاية مبتكرة للسيد الكاظمي ليقوم المتظاهرون بالموافقة عليه في حال طرح اسمه، ليظن أنه من غير حظيرة الفاسدين، والحقيقة هو جزء لا يتجزأ من منظومة الفساد، وهو أحد المشاركين في عمليات قتل وقمع المتظاهرين. وأسلوب حزب الله الجديد في الترويج للكاظمي ما هي سوى محاولة لإدخال عفوا هذا الشخص، لإدخال الذئب إلى حظيرة الأغنام. قراءة منطقية جدا حقيقة من الأخ المشارك، لم يذكر اسمه. قراءة منطقية، ربما اتباع أسلوب عكسي في التعامل مع الأشخاص لكي يقتنع، أو ربما يتم إيهام بعض البعض أن الشخص الفلاني هو شخص مرغوب به لأنه نزيه، وبالتالي تحاربه الأحزاب. ربما هي أيضا محاولة من المحاولات، وهذه قراءة منطقية. أبو أوس من تركيا يقول: طوال 17 سنة كانوا يجمعون أحزاب الفساد وتيارات المحاصصة ليشكلوا حكومات الفساد والقتل والميليشيات لتنهب ثروات العراق وتجعل من العراق حطام ليس فيه أدنى مقومات الدولة. في رسالة من أحد الأشخاص وهو يحاول الاتصال كثيرا، ونكرر هذه الخدمة غير متاحة للاتصال فقط للرسائل المكتوبة. الطالب أريام من الأردن: راح ينتصر العراق لا تضايق أستاذ الغالي محمد، نورت وسلامتك. شكرا جزيلا يا أريام، الله يسلمك. من أبو سمية يقول: دولة الميليشيات إذا أرادت تبرية أتباعها بحثت عن 100 عذر، وإذا أرادت استهداف المتظاهرين العزل لفقت 100 تهمة. يقول أبو ناصر من الكويت: أناشد أمير قبائل البدور في ذي قار، أو البدور في ذي قار حقيقة، حتى أني آسف يعني خاف قرأت الاسم خطأ، النهوض لتحرير ذي قار، فإذا تحررت ذي قار سيتحرر جنوب العراق ووسطه بإذن الله، ومن ثم سيتحرر العراق. ذي قار قلب الجنوب والرقم الصعب، بيضوا وجوهنا، عيدوا أمجاد معركة ذي قار الأولى، واكسروا نوف الفرس، لقد استبيحت أعراض الحرائر، فماذا تنتظرون؟
الدعوات والمناشدات لأمراء القبائل وشيوخ العشائر كثيرة جدا حقيقة ومتكررة، ولا نعلم حتى هذه اللحظة لماذا هذا التأخر في دعم ومساندة ومؤازرة الثوار. في رسالة: السلام عليكم، نرجو من الثوار أن يطالبوا بتغيير البرلمان وليس تغيير رئيس الوزراء. وهذا بالفعل ما تدعو إليه الآن اللجنة المنظمة للتظاهرات للتحشيد لمليونية لإزاحة هذا البرلمان. في رسالة لدينا: حقيقة لا أعلم ما هذه الرسالة. السلام عليكم أستاذ محمد أحمد من كربلاء. السماح السيد مقتدى الصدر ممنوع منعا باتا التجاوز على السيد لأن ساند الشعب العراقي. طيب، أحمد من كربلاء يقول ممنوع منعا باتا التجاوز على السيد لأنه ساند الشعب. طبعا ممنوع التجاوز على أي شخص لشخصه، لكن الناس تنتقد التصرفات والأفعال. المتصلون والعراقيون في الساحات وفي كل مناطق العراق ينتقدون شخص، ينتقدون تصرفات شخص وسياساته. ونعيد ونكرر أن مقتدى الصدر اعترف في لقائه الأخير أنه جزء مؤسس للعمليات السياسية التي بدأت منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، وهو قالها، قال: بدون مقتدى ما تصير حكومة، ما تتشكل حكومة. وأيضا هدد بأنه هو الذي قام بجرة إذن للمتظاهرين، جرة الإذن اللي راحوا بها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، هاي جرة إذن جراء نشرة لميليشيا القبعة الزرق. وكما قال معنا أحمد شان من الكوت: إيد ويا الحكومة وإيد ويا الشعب مشكوك حتى بأمرها، لأنه هو الذي رشح محمد توفيق علاوي اللي رفض الشعب، وهدد أنه إذا ما سارت حكومة محمد توفيق علاوي مشت هيطلع بتظاهرات ويعتصم وغيرها من هذه التهديدات. وهو اللي هدد بإعادة جيش المهدي بالشخاطة للذوب الثلج، ويرجع جيش المهدي وترجع البطة ويرجع الاغتيال والخطف اللي كان يسويه. هذا مقتدى الصدر باختصار شديد على الأقل من اللقاء الأخير اللي ظهر به. والناس تنتقد هاي التصريحات وتنتقد هاي السياسات والمواقف من شخص اتخذ جانب السلطة وترك الناس وترك الشعب. لو فعلا مقتدى الصدر واقف مع الشعب العراقي لما رأيناه يستقتل لقبول محمد توفيق علاوي في الحكومة ولتمرير حكومته. من معنا الآن؟ السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله, الله يحفظك يحفظ يحفظك ويحفظ الراغبين، يحفظ شباب العراق، يحفظ أمة العراق إن شاء الله بإذن الله ورسوله. والله العظيم يا ابني محمد ابن 17 سنة تسووا بالعراق غير الفساد، بوق، ذبح، طائفية، ما خلوا شيء، يعني ما خلوا شيء ما سووا بالعراق يا ابن محمد. والله العظيم هذه رجل عمره 83 سنة، هيش حكومة ما شفت أبد من 2003 لحد هذا اليوم. قتل، ذبح، يعني إذا غير خطير الشباب المتظاهرين شيلون يلون تعينات، يلون خدمة، يزون كهرباء، يزون مي، كله ممنوع. جلس النوب الفساد، يعني شلون يعني المعابر الحدودية إيران رايحين دايمين دايمين طماطة وجايبين هذا الفيروس غير الفيروس. يعني ذول السياسيين يا ابني محمد ما يخافون من الله، يعني ما يخافون يموتون، يعني رب العالمين ما يحاسبهم، مثلا ما يفكرون بالموت، يعني بوق 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 18 سنة من الله يطيح حظهم. هيش حكومة، هيش حمائم، هيش مدعية، خرب دينهم، خرب ربهم. يا أبو زكريا، يا أبو زكريا، شكرا شكرا يا أبو زكريا، شكرا. يعني نقدر مشاعرك ونقدر عصبيتك، بس مو لدرجة التجاوز رجاء يعني. طيب، في الرسائل الواردة: السلام عليكم، الحكومة الفاسدة متعددة الجنسيات لن
تسقط ما دام هناك ميليشيات منفلتة تدافع عنها. أنا أعتقد أن آخر أمل للعراقيين للتغيير الجذري هو تدخل الأمريكان وإخراجهم من السلطة مثل ما أدخلتهم. فإذا خرج الأمريكيون من العراق سوف يتم الاستفراد بالشباب المطالب للحياة والحرية اللي حرموهم منها. وتحياتي لقناتكم المستقلة، شكرا لك. أحد الأشخاص يتمنى شفاء لي، شكرا جزيلا. معنا سيد أحسان من هولندا، تفضل يا أحسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي حمد. أهلا وسهلا سيد أحسان. عقليا الأخو الأخ اللي قبل قليل بعث لك رسالة عن مقصد الصدر. ودائما الإخوان العراقيين أخاطبهم عقليا، يا إخواني ماذا قدم مقصد الصدر للعراق والعراقيين؟ شنو قيمة مقصد الصدر وعلمه حتى أنتوا لحد الآن ضالين متبعين مقصد الصدر؟ مقصد الصدر إنسان ما عنده شهادة ابتدائية، صار له 20 سنة يدرس بقم، والحد الآن يعني وشنو قيمة العلمية والدينية حتى أنتوا لحد الآن باقين متبعينه؟ ما شفتوا اعترافاته، ما شفتوا جرائمه بحق العراق والعراقيين، ما شفتوا تبعيته بالنسبة يعني لإيران. يا إخواني فكروا بالعراق، العراق أهم من مقصد الصدر. يعني بس أطلب من العراقيين جميعا، نساء رجال وخاصة الشباب، الشباب أنتم الآن يجب أن تنظروا للمستقبل ولا ننظر للوراء إلى 1400 سنة وصراع وتاريخ، ونحن كعراقيين لم نشترك في هذا الصراع التاريخي القديم. شيء ما يخصنا هم الفكرة أنه الأحزاب والجهات الدينية اللي دخلت بالسياسة تعيد وتأجج بهذا الموضوع لإثارة الطائفية. موضوع انتهى ومات، يعني الآن هاي المحاولات باءت بالفشل في إعادة الطائفية للعراقيين. لكن احنا حتى ما يهمنا مقتدى الصدر شنو تحصيله الدراسي العلمي، شنو صفته الدينية، ما يهمنا. ما الذي قدمه للعراقيين وهو عنده 54 نائب بالحكومة السابقة حكومة عبد المهدي وعنده 6 وزراء؟ ما الذي قدمه؟ من الإخوان الذين يتبعونه، لو واحد سأل عن الشفرة الجينية للإنسان، لو سأل عن الأشياء المتطورة الحديثة ويريد يأخذ من عنده فتوى، إيش راح يفهم يقدم له؟ يعني الرجاء من إخواني العراقيين التفكير بعقلانية ووضع مصلحة العراق أهم من كل الأشخاص، وخاصة المقتدى الذي اعترف شخصيا بجرائمه. وشكرا جزيلا أخي محمد. شكرا لك سيد أحسان، كنت معنا من هولندا. لو كان هناك قانون في العراق وقضاء عادل يحاسب، لا تم محاسبة كل شخص من هؤلاء خرج على التلفاز وصرح واعترف بأنه فاسد أو ارتكب جرما معينا أو أنه قام بانتهاك معين بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني كما قال سيد حسام من هولندا، كانت اعترافات واضحة وصريحة من مقتدى الصدر عندما ظهر على التلفاز واعترف بأنه سوالهم جرة إذن. لو كان هناك قانونا عادلا وقضاء عادل لحاسب كل هؤلاء الذين اعترفوا مثل مقتدى الصدر أو غيره من خرج على التلفاز ليقول بأنه كلنا ارتشينا وأنا ارتشيت وأخذت فلوس وفلان ارتشى وفلان سرق. من معنا الآن؟ أبو حسين من الرمادي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي التالق. نعم وسهلا. لا الحكومة مو حكومة وإنما عصابة أحزاب أجلت وحكمت هذا البلد. نعم. لأنه متنفذين كل حزب جاي يغطيلي وغطيلك وجاي يعترفون بجرائمهم، جرائم يعترفون بها، وهاي مثل ما يقول يعني يريد يظل يشبثون بالكراسي، لأنه المتظاهرين من قاموا أهلنا بالفرات الأوساط والجنوب. نعم. يطالبون بحقوق مثل ما المناطق الغربية طالبت هاي الحقوق مالتهم، نفس المطالب. فهذولا ما يريدون يذبون للشعب العراقي المطالب اللي يريدونها، وذولا جايين يريدون يفيدون أهلهم، لأن أهلهم كلهم برا خارج البلد مو داخل البلد. يعني بهذه الحالة هم يريدون يظلون لازمين الكراسي، والله طبوا بالقوة، المفروض يطلعون بالقوة.
وهي سلمية يعني هم إلها إن شاء الله إلى يوم حد إن شاء الله يثور الشعب العراقي بالكامل طيب. عليهم ويخلصونا من هاي الطغمة الفاسدة. أنا أشكرك أبو حسين، كنت معنا من الرمادي. معنا السيدة رنا من بغداد، تفضلي يا رنا. ريا نعم تفضلي. السلام عليكم وتحية للكادر والمشاهدين الكرام والرحمة والخلود الشهداء العراق. أنا بس أتمنى أقدم تحية ويرحم الله والدي ووالدتي، كل واحد كان منتمي للتيار الصدري. أنا متأكدة هم كثيرين جدا وبهالآن بعد أن كشف قناع مقتدي وظهر على حقيقته وانتمائه إلمن وولاء إلمن، هو ولاء حتى مو لإيران، هو إنسان مجرد جوكر، تعريف الجوكر ينطبق عليه تماما. ويا الشيوعيين صار شيوعي، ويا العلماء يعني دائما يلعب الحبال ومعاييرة مزدوجة، لأنه هو كل همه السلطة والسيطرة. وإنسان هو ما شايفين يعني هم كانوا والده بس كان مكتفي بالسيرة الحسنة وبال أشياء الطيبة ورجل دين بمعنى الكلمة، بينما هو إنسان ممسوخ شوه حتى سيرة أبوه. نعم. فأني المربط وعلى الفرس بس أريد يعني أتمنى يوصل امتناني وشكري الجزيل لكل واحد كان منتي من التيار القدري وهت وعى وكشف ودفع الثمن، دفع ثمن أنه ترك هذا التيار روحه مرات كنا حتى قتلوهم لأن تركوا التيار المقتدي وضربوهم وأذوهم، ومع ذلك هم متمسكين لأنه عرفوا أنه انتماء العراق الشريف هو للعراق أولا وأخيرا. نعم. لا العمامة، إذا العمامة هي أصلا مو ولاء للعراق، فما أكو ولاء غير للعراق ولا للدين ولا لأي شيء إذا مو ولاء للعراق. هو شكرا جزيلا. شكرا يا ريا، كنت معنا من بغداد. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام نقرأ الرسائل الواردة على الواتساب الخاص بقناة الرافدين. في رسالة لدينا، السلام عليكم، يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، العجيب في مقتدى الصدر أن الإيرانيين حاربوا وسقطوا حاربوا وأسقطوا والده الشهيد محمد الصدر بأشد المحاربة والتسقيط لأنه مرجع عربي عراقي، واتهموه أنه مرجع السلطة ومخابرات العراقية، وهذا الكذا مقتدى ارتمى في أحضان الإيرانيين وأصبح مجرد أداة لتنفيذ مآربهم السياسية. رائد النجفي، شكرا يا رائد. في رسالة: السلام عليكم، محمد من بغداد، أحب أوجه كلامي إلى جميع رؤساء العشائر من الجنوب إلى الشمال أن يتوحدوا لطرد العملاء من العراق. شكرا لك يا محمد. في رسالة أخرى تقول من عبد الله العازمي أخوكم من الكويت، يقول: أحيي قناتكم والإخوة بالبرنامج جميعا، بعد السلام. أبطال وبطلات العراق، ها أنتم بحبكم للعراق ونبذ الطائفية تسقطون مهدي وعلاوي والصدر عدوكم الأول البلطجي وتلقنونه درسا لن ينساه، ومطالبكم تتحقق بفضل دماء شهداء الوطن، إصراركم بقوة وسلميتكم التي بدأ مفعولها على الفاسدين وسراق الوطن، واصلوا سيسقطون ويعود العراق لأهله شامخا مفتخرا فيكم. شكرا يا عبد الله. في رسالة تقول حقيقة من محمود من مصر، يقول: هو مين مقتدى عشان تعملوا له أهمية؟ ده حرامي وعميل لإيران، هو الشعب ده مش حيفوق، كفاية كده تكتفوا، أحسن من مقتدى وغيره، أنا بكرهه كره العمى وحسبي الله ونعم الوكيل في مقتدى وغيره. شكرا لك. السلام عليكم، أنا المواطنة أم مشاري من محافظة كربلاء، أحيي قناتكم الموقرة والشريفة والمجاهدة وأحيي مقدم البرنامج، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى. لماذا هذا الظلم من قبل السياسيين والأحزاب؟ الله ينتقم من كل ظالم، يا رب يتلقونها من واحد ما تنام عينه، عساها بعمرهم وبعوائلهم زين، هذولا ما يخافون من الله، ما يذكرون القبر إلا ظلم وضيق والحساب والعقاب. وشكرا لكم. شكرا لك يا سيدة أم مشاري. يقول أحد المشاركين: 17 سنة هجرونا وباقوا العراق، لا مقتدى الصدر ولا السيستاني، ذولا تابعين إلى إيران من 2003 وذولا اتفقوا على ذبح العراقيين.
في رسالة تقول بالعراق السلام عليكم، ماكو حكومة، لو اكو حكومة صدق لعد سدوا الحدود الإيرانية، مو فيروس قام ينتشر بالعراق وما يهتمون، لأن هم يريدون الشعب يموت. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.